اخشينا ربنا بزاف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني المتتبعين مباشره من مدينه خنيفره بالاطلس المتوسط. اخواني للاسف الشديد هذا الشيء ولا خطير، هذه الحقيقه. وزاره الصحه تتعلن تجاوز 3000 حاله مصابه بفيروس كورونا بالمملكه المغربيه. للاسف الشديد هذا هو البلاغ. بلاغ ايها المغاربه، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 191 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 6:06 من يومه الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى بالمملكة المغربية إلى 3046 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 13340 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 350 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفيات 143 حالة. الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصادر ذاته 350 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 143 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اللي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. أخي المتتبع، الإحصائيات كل نهار غادية وتصلح، هذه الحقيقة. فرجاء الالتزام بالمنازل ديالنا، هذه الحقيقة. إخواني أعيد البلاغ، لأول مرة بالمغرب وزارة الصحة كتعلن على 3000 حالة مصابة بفيروس كورونا بالمملكة المغربية. أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 191 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى الستة ديال العشية من اليوم، باش غادي نقولوا أن العدد ارتفع إخواني ديال الإصابات المؤكدة بالفيروس 3046 حالة. الوزارة أضافت على البوابة ديالها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة المغربية أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ للأسف الشديد 13340. والحالات اللي تمثلت للشفاء الحمد لله وفق المصدر ديال وزارة الصحة 350 حالة، فيما بلغ عدد الحالات ديال الوفيات للأسف الشديد 143 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية. فما عليك أخي المتتبع إلا أننا نعرف ونحس بأن الخطورة قادمة، فلا بد من الالتزام بالمنازل ديالنا. راه ماشي حتى الستة عاد تتحرك كورونا، راه الصطافيطات اللي تيتحركوا مع الستة، أما كورونا 24 ساعة 24 ساعة. وأي جيست يا أخي يقدر ترد كارثة في الدوار ديالك ولا في المدينة ديالك. نتمنى وتكون وصلت الرسالة. تحية خوكم حميد العقاوي مباشرة من عاصمة زايان من خنيفرة.